على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يا ابني خد رايح فين؟ ايه يا عايز ايه؟ يا ابني مش شايف حالك، ريحتك ريحة خمور، حالك معاها بين ربنا، عايز ايه؟ نحن صلي. تصلي ازاي يا عم؟ ربنا عز وجل قال في كتابه الكريم: ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، وانت في حالة سكر دلوقتي. لا لا انا فايق جدا ومتوضي وداخل اصلي وارجع لربنا. يا عم رحت معلم بقى ربنا رايح يا عم سيبك من راحتي، انا فايق ومتوضي وداخل اعبد ربنا، مش جايب حضرتك بعد لا يا عم اتكل على الله. يلا يا عم اتكل على الله. يا عم لا انا داخل اصلي، ما توقفش، ما تكونش حاجز بينه وبين ربنا، ما تكونش حاجز بينه وبين ربنا. السلام عليكم يا جماعه. عليكم السلام. اشيك نميت دلوقتي، هو ريحته ريحه خمر وريحته معلم بلى ربنا، وهو سكران دلوقتي، فانا بقول له ربنا عز وجل قال: ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، هو دلوقتي سكران وعايز يصلي، طب هنقول له ايه؟ انا مش سكران، انا اتوضي وداخل اصلي وارجع لربنا. اتوضيت يعني؟ اه متوضي. فايق والحمد لله. فايق الحمد لله. طب خلاص سيبوا يصلوا واحنا هنبقى نفهمه ان شاء الله. سيبوا يصلوا المره دي وانا هنبقى نفهمه. ماشي اتفضل. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هتفرج جاي ينام في الجامع. أخينا يا أخينا حبيبي. حازم 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 حازم، وزي ما شفت كده يا جماعه، ما تحكمش على الناس بالظاهر. في جزء من الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. والرجل الذي قتل 99 نفسا ولما ان اراد ان يتوب الى الله عز وجل سال عن اعلم اهل الارض فدل على عابد فقال له: هل لي من توبه؟ قال: لا. فقتله فاتم به 100. فسال عن اعلم اهل الارض فدل على عالم فقال له: قتلت 100 نفس فهل لي من توبه؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبه؟ ولكن اذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها اناس صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. فمات هذا الرجل في الطريق، فتكالبت عليه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. تقول ملائكه العذاب: يا ربي انه لم يفعل خيرا قط. وتقول ملائكه الرحمه: يا ربي انه قد جاءك تائبا.
فأوحى الله عز وجل إليه ملكا أن قيسوا بين الأرضين، فوجدوه أقرب لأرض الصلاح في رواية بزراع، وفي رواية بشبر، وفي رواية نأى بظهره إلى أرض الصلاح. فقد أوحى الله عز وجل إلى الأرض كلها بجبالها وأنهارها أن تتحرك من أجل تائب واحد، فما بالكم لو تاب الناس كلهم جميعا إلى الله عز وجل لعم الخير والسلام والبركات في الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله يحسن فهد مدام. آمين يا رب العالمين. وزي ما شفتوا كده يا جماعة، كل نفس ذائقة الموت، فأحسنوا ظن بالناس. الراجل كان بيعمل معاصي كلها وحياته كلها في سوق وشرب خمر، شوف ربنا عز وجل لما قبض روحه قبضه وهو ساجد بين يدي، مات موتة عظيمة والله يحسد عليها. فأحسن الظن بالله، ما تحكمش على الناس بالشكل والمظاهر الخارجية، ثم جدد التوبة مع الله عز وجل. فأسأل الله العظيم أن يحسن خاتمتنا يا رب العالمين.